موجز لأهم الأنباء يأتيكم من أون لايف. أهلا بكم. أعلنت وزارة الداخلية مقتل 3 إرهابيين من مستهدف الكنائس والأكمنة الأمنية خلال مداهمة لبؤرة إرهابية في محافظة قنا. كما عثرت القوات على كميات كبيرة من الأسلحة والعبوات المعدة للتفجير والألغام الأرضية والأحزمة الناسفة وكمية كبيرة من الخزن والطلقات مختلفة الأعيرة وسيارة دفع رباعي وبعض المشغولات الذهبية. تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر أداء عضو الكنيسة السابق عزمي بشارة يمين الولاء لإسرائيل، وهو القسم الذي ينص على الولاء لإسرائيل وكذا الخدمة والولاء للكنيسة الإسرائيلية. وكان لافتا أن يقسم عزمي بشارة المقيم في الدوحة والمتحكم في سياساتها الإعلامية والخارجية يمين ولائه لدولة الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت المسجون في تهم فساد. التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع اتحادي طلاب جامعة بنغازي لمناقشة الأضرار التي لحقت بالجامعة على مدار السنوات الماضية. وكان سلامة قد وصل إلى مطار بنين صباح اليوم، وكان في استقباله عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار. أسفرت غارات التحالف العربي عن مقتل 13 حوثيا من أطراف منطقة عسيلان بمحافظة شبوة اليمنية. كما قصفت قوات الجيش اليمني بالمدفعية مواقع للحوثيين في بحان وأطراف عسيلان بشبوة. هذا وشن الحوثيين أمس قصفا مدفعيا على مواقع عسكرية للقوات اليمنية وقرى سكنية. نهاية موجز الأنباء، مستمرون معكم على رأس كل ساعة.